يمررها سريعة وعاجلة ناحية الفريدي، حولها عادل كولات يتدخل لإبعاد الكرة، لكن راحت المدافعين. ياسر يضغط على حامل الكرة، الكرة في النهاية رمية جانبية هلالية، رمية جانبية هلالية. الفريق الإيراني تاريخه غير عريق، مش حتى على مستوى البطولات لا حتى مثلا على مستوى البطولات الإيرانية، لا على مستوى التأسيس. تأسيس 2001 حقق كأس إيران مرة واحدة 2005 والمركز الثالث العام الماضي، واليوم هو في المرتبة السادسة في الدوري المحلي. هذا الفريق يمكن ما يميزه أنه يطلع صاعد صاعد تصاعديا، ويمكن عاش فيها آخر أيامه المدرب الإيراني علي دائي في كلاعب كرة قدم وأيضا بعد ذلك مدربا. بينما هنا الجهاز الإداري بقيادة أسامة جابر الذي تحدث عن هذه المباراة وقال أن مباريات المجموعة والمجموعة الأولى أعتقد أنها سهلة لأننا تأتي في نهاية الموسم الكل جاهز لياقيا، لكن لدينا مشكلة في مباريات الدور الثاني. الكرة مقبولة أيضا، لا يتمنى المركز الأول كبقية الفرق، تتمنى المركز الأول. إيش معنى؟ صح يتأهل الأول والثاني، لكن الأول هو سيلعب مباراة واحدة في ملعبه مع فريق ثاني طبعا من المجموعات. الآن كرة مقبولة، يعني الدور الـ16 ستكون في ملاعب أصحاب المراكز الأول. كرة مقبولة الآن ناحية الجهة اليمنى، انطلاقة حاضرة عن طريق غلام رضا رضائي، يتقدم الآن لكن التغطية موجودة وحاضرة والكرة ملعوبة والتسديدة. يا سلام يا دعيع، يا سلام يا أبو حميد، يا سلام يا أبو عبد العزيز، يا سلام يا دعيع. شوف شوف الكرة، شوف الكرة، ولاحظ هذا المهاجم آلين أوديج حول الكرة. الكرة راحت وين؟ لكن هل أبعدها الدعيع عم انحرفت مع لمسة بسيطة. حكم اللقاء يرى فيها ماذا؟ يبدو لي يرى فيها ضربة مرمى لمصلحة فريق الهلال. دعيع على الكرة واصلة من جديد ناحية نوري، نوري يتقدم الأمام الفرق الإيرانية. يمكن استمعتم لاستوديو التحليلي مع زميل خالد الشنيف والكابتن ماجد عبد الله، أكيد أكيد يعني كما يقول الشنيف اليوم قالها كذا ببساطة، اليوم أنا هلالي والليلة اتحادي وأمس شبابي، وآه من الاتفاق كنا مع الاتفاق، وبالتالي نتمنى اليوم مثلا الفوز هلالي، الليلة فوز اتحادي، ومثلا أن يتقدم الفرق السعودية للأمام. لكن أيضا من الاستوديو التحليلي بنيتهم الجسمانية الإيرانيين ما يحتاج كلام، لكن عليهم بطء، يجب الاستفادة من ذلك. والآن كرة مقبولة، يا الله، هدف لم يكن على البال أو على الخاطر، هدف إيراني، هدف إيراني في هذه الآونة، في هذه الآونة. يحيى جول محمدي يتقدم للأمام ويسجل الهدف، الآن هو هدف التقدم للفريق الإيراني بكرة رأسية كانت بعيدة، ما أعتقد أن مثلا محمد دعيع يلام فيها، لكن وضعت وضع في زاوية بعيدة جدا عن المدافعين الهلاليين. أتساءل أين الساتر الدفاعي مثلا للقائم البعيد عن الدعيع؟ أين تغطية القائم الأول والثاني؟ ما فيش تغطية. الفريق الإيراني واحد لا شيء للفريق السعودي. الفريق الإيراني سبا بتري يسجل أول أهداف في المباراة في الخطوة الأولى في المباراة، في التقدم الموجود في الربعة الساعة الأولى من المباراة. الآن كرة في اليمين، زعيم معلش، زعيم لا يهدأ، البدايات هكذا دائما صعبة، واللي يبغى يتأكد يروح يتابع جميع المباريات كيف أصحاب الأرض يخسرون في هذه الجولة. لكن الكرة ذهبت سليمة، معلش شوف الهدف جاء بالخبرة بصراحة، جاء من ضربة زاوية، تغطية دفاعية وعدم تغطية القائم البعيد، والكرة تتابع بعزرة إيرانية وأفراح إيرانية هنا في هذا المكان. يعني قد إيش المباريات الآن. كرة منقولة وصلت إلى الحارس الميل بتلقى جنب أوساكا، صح أنه فاز في أرضه لكن بوزن وينتهي من كوريا الجنوبية خسر في أرضه 3-1. كذلك لدينا فريق سيرويجيا الإندونيسي خسر من سيئول 4-2.
الفريق الأهلي الإماراتي خسر في أرضه 2-1، الغرافة خسر في أرضه من فريق الشباب السعودي 3-1. شفتوا قد إيش الخطوة الأولى صعبة وغير متوقعة النتائج. عدد من الأندية خسروا في أرضهم في هذه الجولة، لكن الزعيم حتى الآن ربع ساعة الزعيم لا يسقط بسهولة أمام فريق مثل سبا بتري. بصراحة الهلال سيعود في المباراة، أعدكم أن الهلال سيعود إلى المباراة إن شاء الله وبحول الله يا ربي آمين، ودعواتكم بإذن الله. السعودية هلالية في هذه المباراة. كرة إلى التايم، كويس أن الهدف جاء بدري، يعني ممكن من الأشياء الطيبة أن الهدف جاء بدري، قرع جواريس الآن الخطر بالنسبة لفريق الهلال. نامي يحول كرة إلى والهمسون يتقدم للأمام، الكرة ملعوبة عالية والكرة وصلت إلى الحارس المير تلقى. مكتوب علينا الهدف من البداية والهمسون، لكن نتمنى نكتب النتيجة بعد ذلك، فوز هلالي ونتمنى عريض في البداية. محمد دعيع هدوء أرشديك سوري إلى عزيز من هوساوي نامي رادوي، تراجع انكماش الفريق الإيراني. طارق التايب يتقدم الآن، يتحرك من الجهة اليمنى، يحول كرة ياسر، يا حرام هاي كرة تضيع يا ياسر، بالذات على لاعب بحجم واسم ياسر القحطاني، فرصة ضايعة. شوف صوت طالع عندهم حظه ويصفق للتمريرة الممتازة لطارق التايب. الجماهير الهلالية ثم آه يا ياسر على اللعبة الماضية. هذا هو طارق التايب، عملها صح، عملها ممتازة، ما توقعها، ما تأهب لها ياسر القحطاني. سليمة على المرمى الإيراني، حنجيب جول مبكر، حنسجل يا هلال، حنسجل. كرة منقولة في اليمين واصلة إلى والهمسون من جديد إلى التايب، يعلي كرة يعليها إلى ولي، يتقدم الأمام، يحاول حصول الكرة، ضربة مرمى لفريق سبا بتري. والهمسون أول مباراة مع فريق الهلال في دوري المحترفين الآسيوي، أكيد واحد من الأسماء التي يعول عليها كثيرا ويسجل ضمن القائمة الهلالية الآسيوية منذ قدومه من أجل تحقيق الحلم، حلم الكبير دوري المحترفين الآسيوي. يا له من دوري، يعني الليلة عندنا مباريات في دوري أبطال أوروبا، ودوري المحترفين الآسيوي شو بصراحة، شو بهذه الحلة الجديدة، شو ومشاهدة إعلامية ونقلة كروية رائدة ورائعة في الكرة الآسيوية. يحسب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ياسر يتقدم، أخذ واحد، أخذ اثنين، مرة الكرة إلى التايب، وين التايب؟ هذا التايب، هذه الآن الكرة، ما فيش حاجة، ضاعت ووصلت إلى حالة تسلل على ياسر القحطاني. 32 فريق في صراع الشرق والغرب، في صراع كرة قدم وملحمة آسيا الجديدة وآسيا الحقيقية. الشرق الإماراتي، الجيش السوري وصلوا من مقعدي التصفيات المعتمد والاحتراف والهوية التجارية، وكذلك اللاعب من الوطن الآسيوي وملاعب حديثة بمقاعد حديثة، الشعارات الجديدة، المباراة النهائية في طوكيو. بصراحة أشياء كثيرة، بطولة مختلفة الموازين عن نسختين السابقتين، وبالتالي هذه الثالثة ثابتة بحلة جديدة وحلة رائعة. سلامات للاعب الإيراني، شوف دعيع يتكلم مع اللاعبين فريق الهلال، كابتن يتحمل مسؤولية ويتمنى يا جماعة، يعني مش بس الحلة 32 فريق، وبعد كذا 16، وبعد كذا 8 ذهاب وإياب، وبعد كذا 4، وبعد كذا نهائي في مدينة محددة تماما، يعني مثل الأجواء الأوروبية. لا، كمان الفلوس، الأموال، المبالغ المالية العالية، $1.5 مليون، أي 5,625,000 ريال سعودي للبطل، 2,800,000 للوصيف. إن شاء الله الوصافة نخليها لغيرنا،
ولا خليها السعودية؟ لا بأس أن نوصل إن شاء الله مباراة نهائية أن نلعب في طوكيو، فريق سعودي سعودي، لكن مين يكون في طوكيو في المباراة النهائية؟ نتمنى سعودية، نتمنى سعودية، ولا أمنيات غير أكثر من هذا. الآن كرة منقولة ناحية ولي، حول كرة أبعدها المدافع طارق التائب، لازالت الكرة معه إلى نامي، نامي على الكرة تصطد وتعود، حكم اللقاء يامر سلة اللعب طارق يمر الكرة الآن، يا سلام يا رادوي، لكن الكرة مقطوعة، عادت من جديد ناحية الجهة اليسرى، فريدي إلى زوري يتوغل، الكرة مقطوعة، عادت ياسر، طارق التائب يتقدم، ياسر وينك؟ ياسر وينك؟ ياسر وين؟ الكرة وصلت وين؟ وصلت إلى الفريق الإيراني، إلى الحارس المير تركي، برافو، حلوة حلوة حلوة، هذا العمل حيجيب نتيجة، هالشغل، هالركض، هالتوغل، هالتمريرات، هالعرضيات، هالتوغل الموجود من الوسط وضرب الدفاع إن شاء الله يجيب نتيجة، لكن يا خوفي من هذا الطويل المكير فيدون فازلي 37 سنة، يا خوفي منه بصراحة، يا الله 37 سنة وباقي يلعب كورة، وكمان يعني متعودين مثلا لو يوصلوا هالعمر ممكن يوصلوا في لاعبي كرة قدم حراس مرمى، يعني حراس مرمى يطول ويعمره، لكن راس حربة بهذه السرعة بهذا العمر بصراحة خطير، هذا اللاعب كرة منقولة خطأ لمصلحة الفريق الهلالي، رادوي هدي لعب، هدي أوضاع، هدي أزوري يتقدم الآن، ولكن الكرة وصلت إلى رمية جانبية لمصلحة الفريق الهلالي، هذه هي لمسة يد، الآن كرة، يلا فريدي، فريدي، ياسر، أوبا، ياه يا ياسر، يا له اكملت، يا له، يا له من قناص، أوبا في البداية على صدره، ثم وين؟ شوف الفريدي حطها، ثم صدر، ثم خلفية، ثم وقف ترجع وناظرها، وراحت الكرة وين؟ ناظرناها وناظرناها وتمنيناها في الشبكة، لكنها راحت بعيدة سليمة، 23 دقيقة يا ياسر، والنتيجة 1-0 للفريق الإيراني، سبب أتري، كرة منقولة، واصلة من جديد، يلا يا هلال، يلا يا زعيم، نستخلص كرة بسرعة، الكرة الفريق الإيراني لدى محمد هارمينك، يحول كرته في اليمين، التقدم موجود لدى رضا رضائي، يمر الكرة والتغطية موجودة من رادوي، لا زالت الكرة بحوزة الفريق الإيراني، أوه فاول، فاول 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 على رادوي، على ميرل رادوي، اللاعب الروماني، في أعلام رومانية موجودة في المباراة، وطبعا مؤازرة وتشجيعا، وهذا حق مشروع للجميع، نرى عدد من اللاعبين في الدوري المحلي السعودي بمثلا من هم يؤازرون البرازيليين بأعلام برازيلية، هناك أعلام أيضا يعني مختلفة الجنسيات موجودة لمؤازرة مثلا فرق لاعبينها المفضلين، والآن كرة منقولة ولكنها إلى ضربة مرمى لمصلحة الهلال السعودي، طاقة صفراء على رادوي، على فكرة المباراة منقولة لأول مرة في أوروبا عبر سبورت رو، لأول مرة قناة أوروبية تنقل دوري المحترفين الآسيوي أو دوري من مثلا من قارة آسيا، مباراة خاصة على المستوى مثلا البطولات الآسيوية الكبرى، لكن احنا في ار تي متعودين على فعل ذلك، فتغطيتنا عبر اي ار تي سبورت الموجهه الى اوروبا، الى امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، والان كره منقوله وحتى استراليا، والان انطلاقه موجوده لجهه اليسرى، ولدينا الان صراع الشرق في الشرق الاوسط، الان كره منقوله وصلت الى لاعبي الفريق الايراني، تتخلص وتصل الى التايب، يلا يا طارق، يلا يا طارق، يوصل كوره الوصل، لكن مقطوعه من امام ياسر، يا كتالين اسمعني شويه، اسمعني شويه، هذه المباراه والله سهله مو صعبه، بس ياسر وحده في الهجوم، ليش 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 التقدم الان لياسر، ينتقل الان ناحيه ولي، ولي يتقدم، ممكن الان كره عرضيه، حاله تسلل كتالين، هذه المباراه تحتاج اثنين مهاجمين، ياسر وحده توصل له الكرات في كل اتجاه في كل طريقه، اعتقد ان الموضوع يحتاج الى مهاجمين اكثر من مهاجم، وبالتالي كتالين فكرها شويه، الادمي ترى مو هين، مو شويه من عام 89 وهو مدرب،
16 مهمة تدريبية أبرزها باص والاستقلال وراه آهن وسبحان أصفهان، واليوم هو في سابا بتري للمرة الأولى. التقدم موجود والخطأ للمدافعين. 16 مهمة، خبرة تدريبية، وعد الجميع بمباراة ممتعة. أعتقد أنه يحقق هذا الوعد حتى الآن بعد مرور 26 دقيقة، لأنه فريقه خارج الأرض يسجل هدف وفي الدقائق الأولى من المباراة. الآن كرة منقولة، لكن كاتالين حتى الآن لم يحرك ساكنا، يعني لم يرى ولم يفكر ولم يقرأ المباراة بالشكل المطلوب، رغم العمل والروح المعنوية الموجودة والجماهير التي تؤازر والتحرك وتنقل الكرات بطريقة ممتازة ما بين لاعبي فريق الهلال. ولكن حتى الآن النهاية تحتاج إلى أكثر من مهاجم وإلى طريقة لعب يجب أن يفهمها الروماني كاتالين. كرة منقولة، نامي يلعب كرة من جديد ناحية فريق الهلال، واصل الكرة سريعة لمصلحة لاعبي الفريق الإيراني. عادل كولاج في اليسار، جيرز رضائي يلعب كرته من جديد لاعبي الفريق الإيراني، استحواذ على الكرة ثم التقدم لسهراب بختياري. محسن بيات في اليمين يمرق كرة، ما فيش تسلل، عراية مرفوعة على آلي نوديتش. صراحة مباراة صعبة على الزعيم، الهلال هو من جعلها صعبة، الهلال هو من وضعها بهذه الصورة، ولكن كما ذكرت يعني من حسن الحظ أن تكون هذه الصورة مبكرة في الربع الساعة الأولى، لكن من سوء الحظ وسوء الطالع أن يكون حتى الآن كاتالين مش فاهم المباراة. كرة في اليمين، نامي يتقدم يمر كرته، والهمسون في اليمين على الطرف الأيمن، نامي حلول قليلة في المقدمة وبالتالي تعود الكرة للخلف إلى أسامة هوساوي. لدينا المرشدي يتقدم الآن، واصلة ناحية لاعبي فريق الهلال. طارق التايم يفكر بالتقدم إلى الفريدي، يحول كرة إلى ويلي، الكرة فيها خطأ أكيد لمصلحة المدافع. هذه هي الكرة، هذه الجماهير تنتظر، ما تلام بصراحة هذه الجماهير، لديها فريق عودها على أن يكون دائما في قمة الكرة الآسيوية. تاريخ الهلال بطولات الأندية الآسيوية عاشت ياما وياما عاشت في دواليب النادي في العريجة، الرقم القياسي في 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 البطولات الآسيوية، الرقم الصعب للبطولات الآسيوية ممكن أبدأ فيه من الآن، وممكن يعني نستوقف عنده في عدد من اللقطات. بطولات الأندية الآسيوية بدأت عام 1967، أي قبل 42 سنة، ورغم ذلك فإن مشاركة الهلال جاءت بعد 20 سنة متأخرة، ورغم ذلك الهلال هو الزعيم. الآن التقدم إلى نامي ناحية اليمين، وصلت لادا ويلهامسون يعيد كرة الخلف، لكن الذكريات لا تفيد لا تفيد، وهذا ما تحدث عنه صاحب الذكريات الآسيوية الأجمل سامي جابر بأنها لا تفيد، وعلى الفريق أن يصنع زعيما جديدا، زعيما جديدا للقارة الآسيوية. التايب يريد أن يفعل ذلك، كرة ليبية الآن، التقدم موجود إلى الفريدي، ممكن يشوط ممكن يشوط، لازالت يلا زوري عليها، ينتظر يلا طارق التايب، سجل يا طارق، سجل 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 يا هلال، يلا زوري جرب نفسك، اوه صادها البوسني، صادها المحترف الوحيد وحارس المرمى البوسني الميرتو القاصدها وابعدها يا زوري. كان بالامكان اقوى من ذلك، كان بالامكان افضل من ذلك يا زوري. اللعبة الماضية يلا يا زعيم، يلا يا زعيم، هي 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 الكرة، وين راحت؟ هي راحت الى المير تلقى. سامحونا مثلا جماعة الخير، يعني مع هذا الجو المشحون، الجو الجماهيري، مع هذا الحدث السعودي الاسيوي نتعامل معه بهذه الصورة، سواء الهلال او الاتحاد
أو حتى فريق الشباب أو حتى فريق الاتفاق اللي خسر اليوم. الشباب فاز البارح مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. يجب أن ندعم أنديتنا يا جماعة. الإعلام الإنجليزي شوفوه قاعد إيش يسوي مع أنديته المحلية هناك في أوروبا. التقدم موجود ناحية اليمين، التحرك إلى نامي، الكرة منقولة إلى التايب، جول إلى جول إلى جول. الكرة تتخلص من أمام ياسر والمدافعين يبعدون الكرة. التغطية حاضرة من سامة هوساوي، التحرك موجود، لا وجود لخطأ. الفريق الإيراني يتقدم، مباراة حلوة ومباراة قوية ومباراة صعبة، والتقدم حاضر عن طريق محسن بيات. بيات بيات يتقدم، ممكن ينتظر ويحول كرة أمامية وصلت إلى نامي. يتقدم نامي، يلا يا محمد، يلا يا محمد مرق كرتك بسرعة إلى طارق التايب. يا سلام، يلا طارق، ممكن يمر، ممكن يوصلها الواصل، يلعبها في اليمين إلى الفريدي. فريدي محدش عنده، ينتظر يتوقل أو يمرر، يمرر ويهدي الأمور إلى طارق التايب. الكرة في الخلف، حيعطيها العزيز، يمررها إلى نامي في اليمين. عليها يا محمد، عليها عليها، وسددها وسددها. يا الله يا الله، سددها وكان بنسجلها، لكن راحت 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 إلى ضربة مرمى للفريق الإيراني. حلوة حلوة يا هلال مع هذه الفرص، مع هذه الفرص. أرجوكم لا تلوموني، قلت لك في المباراة، بداية المباراة حكون هلالي في المباراة، بدون مثالية، بدون حيادية، بدون أي أشياء أخرى يتكلموا فيها في المهنية. الإعلام الإنجليزي جبار، مصيبة لوحدة جريمة، من الحبة يعمل كبة. فضايح وحقائق وانتقادات وصور ولقطات وتعليقات في كل شيء في الدوري الإنجليزي. لكن مع ذلك يا جماعة، شوفوا الإعلام الإنجليزي مع أندية بلده، مع في دوري أبطال أوروبا، مع ليفربول وتشيلسي وأرسنال ومانشستر. يا الله، ما تكون كأنهم في معركة في إنجلترا. صار الفريق واحد والجيش واحد والإعلام واحد مع أندية البلد. الآن التقدم موجود، الكرة واصلة إلى الجهة اليسرى، إلى الزوري، علي كرة، والكرة ياسر يحاولها تصطد المدافع وتصل إلى الحارس تلقى. ولأجل ذلك ليفربول أطاح بأربعة للريال، تشيلسي أزاح اليوفي. شوف الأندية الإنجليزية تصل للمراحل المتقدمة من الدوري الأوروبي. أرسنال الليلة يزور روما، ومانشستر يستضيف الإنتر. كل ذلك على ART سبورت، لا تنسوها، بالذات ممكن هذه الجماهير الحاضرة في هذا الملعب لديها أماكن كثيرة حول الملعب وحوله للذهاب سريعا للمتابعة. وأنتم من تتابعون المباراة، الكرة يا فريدي، ياه يا فريدي، يعني ما أعتقد الهلال اللي من فرصة يسجل. يا للفرص التي يضيعها في هذه المباراة. كتالين يهاجم من البداية، والمدافع يبعد الكرة الماضية من أمام الفريدي. التقدم الآن لمصلحة فريق الهلال، التقدم لضربة الزاوية، الكرة منقولة وبرسكو، الوسام الأزرق، الوسام الأزرق يتقدم للأمام، يتقدم للأمام ويعمل كرة جول. قلت لك الجول جاي، الجول جاي، الجول جاي. يا سلام يا وسام، يا سلام يا هوساوي، يا سلام يا هوساوي، رغم أنه يلعب مصابا في هذه المباراة، يصابا في هذه المباراة، لكنه يصيب تركا، يصيب الفريق الإيراني في المقتل، في المقتل، في المقتل، في الدقيقة رقم 34. الهلال يجلب التعادل، الهلال يسجل التعادل. يلا الثاني، يلا الثاني، يلا يا عيال، يلا يا عيال، يلا يا عيال، يلا فريدي، وصل كرة، وصلت من جديد إلى مين؟ إلى مصلحة رادوي، يلعبها ذكية. هو الثاني، هو الثاني، هو الثاني، بقول هاتها من الشبكة، بقول هاتها من الشبكة، لكن التغطية الدفاعية موجودة والكرة تتخلص بسرعة. يا رادوي حصلوها يا جماعة، الكرة وصلت الفريق الإيراني، ملعوبة مقطوعة. يا سلام، مرشدي فاول، مرشدي فاول، العب يا زعيم، عيد أمجادك، عيد ذكرياتك، عيد تاريخك. الناصع البياض، الناصع الزراق، في ليالي زرقاء وبيضاء نتمناها تعود في هذه المباراة، لكنها في القلب خضراء بيضاء.
السعودية بإذن الله سواء في الرياض أو في جدة. الآن كرة مقولة، جرب يا زوري جرب الآن، يلا فريدي يلعب كرة فلسفة، طالت كرة تتخلص من جديد إلى التايب، جرب التايب يسدد، وين التايب؟ راحت وراحت إلى خارج أرضية الملعب، وبعد هدف لوسامة حنرتاح وحنحدي. وطارق التايب ما يقول للجماهير ارتاحوا، بل يقول للجماهير عودوا صخبكم وعيدوا الذكريات وعيدوا إلى هذا الوهج بكرة رأسية من أسامة أوساوي. يا سلام عليك يا أسامة، سجل في هذه السنة هدف في كأس ولي العهد في مرمى فريقه السابق الوحدة وما فرح، لكن الليلة من حقه يفرح لأن الليلة هلالية وسعودية. كرة منقولة ناحية اليمين إلى عزيز، ناحية الجهة اليمنى لدو الهامسون، يتقدم الآن ولي يفكر بالانطلاقة، وصلت وعادت لمصلحة عزيز، الكرة مقطوعة إلى نامي، الكرة إلى وين؟ إلى رمية جانبية هلالية، حنسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ونقول معلش سبا بدري، قلت ممكن بتكون فيها مفاجأة، بس أبطلنا النووي مبكر، إن شاء الله، إن شاء الله نبطل النووي مبكر، لا تنسوا أن النتيجة باقي تعادل، ولا تنسوا أوه هالشيبة، هل الكبير، هل لي إيه فيدون فيدون، لا له من كبير، كبير عمر، كبير في الأداء، كبير في تاريخه، يعني 37 سنة، ولكنه رغم ذلك ومع ذلك لم يضم ولو لمرة واحدة لمنتخب بلاد، لكن أعماله ممتازة، أعماله مشهودة في خط الهجوم في الفريق. هذا هو بدون قازلي، كرة وصلت من جديد، تقدم حاضر الفريق الهلال الآن عن طريق الهمسون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يلا ياسر، حكم اللقاء يحتسب خطأ لويلهامسون، خطأ لويلهامسون. ذكرياتنا يا جماعة، تاريخنا يا جماعة، أياما الرائعة يا جماعة في آسيا، مين يرجعها؟ مين يعودها إياها ويعيدنا إياها ويعيدنا إياها كمان؟ كرة منقولة إلى الجهة اليسرى، ما طلعت إلى فريدي، يلا فريدي، يلا أحمد، يلا جول جول جول، ممكن تعدي، ممكن تمرر، ممكن ترفع، يلا زوري عليها عرضية، يلا هي. صبحي يقول ما فيش حاجة، صبحي يقول مشيها، والآن إلى الزوري، الزوري إلى رادوي، رادوي ينتظر تمريرة، يفكر بنقل الكرة إلى اليمين، وصلت مبروكة خاطئة النامي إلى رمية جانبية. الهلال السعودي لا زال هو الملك المتوج على عرش القارة الآسيوية، 6 بطولات ما بين أبطال الدوري والكأس والسوبر، رقم قياسي، 83 مباراة فاز فيها الزعيم في 50 مباراة، أيضا رقم قياسي مع هذه الجماهير، 83 مباراة فاز في 50، خسر في 16 مباراة، تعادل في 17 مباراة في مشاركاته في القارة الآسيوية، فاز على فرقا من 19 دولة آسيوية، أيضا رقم قياسي، تغلب خلالها على 34 فريق، رقم قياسي، 148 هدف للهلال، أيضا رقم قياسي. مع ذلك بن همام يقول يعني مو نادي القرن، أو ما عندي نادي القرن، كل القارات يعني عملوا قرن وعملوا نادي القرن، وإن كان هو يقول ما كملنا 50 سنة، كل القارات 50 أو 100 سنة، يقول إحنا لنا 50 سنة، كل القارات لم تكمل 100 سنة، لكن شوف الجماهير، الآباء والأبناء وإعادة الذكريات الجميلة للهلال هي المطلوبة. الهلال الذي لعب يعني يتمنى أن يعيد ذكريات قطر وكوريا الجنوبية واليابان وحتى البطولات التي يحققها هنا مع جماهيره. رمية جانبية الفريق الإيراني، مكاري خلي الرمية الجانبية لدى محسن بيات، حولها في اليمين مكاري، وصلت إلى فيدون بازلي، يتقدم الآن انطلاقة، عادت اليمين، فكرة موجودة لكن الكرة واصلة بشكل سريع وعاجل للاعبي فريق الإيراني، فكرة تسديد من كولات لكن الكرة مقطوعة وعادت إلى رادوي، يلا رادوي يحولها لليمين، طارق التائب، هذه نبغاها في الشبكة يا طارق، هذه نبغاها في الشبكة، التائب يحولها ذكية لكنها وصلت للاعبي الفريق الإيراني، نامي يضغط ثم عزيز يضغط من جهة اليمنى، الكرة وصلت إلى صاحب القميص رقم 20 مع خطأ للفريق الإيراني في هذا اليوم،
قيمة عدد من المباريات للجزيرة أمام مصلال، والاتحاد السعودي سيلعب أمام استقلال طهران الليلة بعد هذه المباراة. وللتذكير أن الشباب فاز على الغرافة والاتفاق خسر من كوربيتشي. وعدد من الأندية طبعا ما يهمنا في هذه المجموعة أن الأهلي الإماراتي خسر مباراته أمام فريق بختكور الذي يتصدر الفريق الأوزبكي صدارة هذه المجموعة. عادل الهلال يحتاج الفوز، ليش؟ لأنه راح يروح المباراة الجاية يوم الثلاثاء لبختكور، راح يروح لأوزبكستان، راح يروح لطشقند، ولما يروح هو معاه 3 نقاط أحسن مما معاه ولا حاجة. كرة منقولة ناحية اليمين إلى الفريدي، يتقدم الآن للأمام، ينتظر تمريرة من جديد، تايم مقطوعة، عادت إلى طارق، ما حدش معاه، واحدة يحارب مع 2-3 في لاعبي الفريق الإيراني. نامي يظهر، برافو، لكن الخطأ موجود لمصلحة الفريق الإيراني، فريق سامي بدري. شوف الجماهير الهلالية سعيدة بهدف التعادل، والسعادة يجب أن تستمر بأكثر من ذلك، لأن نتيجة 1-1 وفي أرضك وبين هذا الجمهور العريق، يا هلال يا زعيم، أعتقد أنها يعني لن تكمل السعادة، بل ستكون أحزان إن انتهت المباراة بهذا الشكل. لكن الفريق الإيراني صعب، قدم مفاجأة ويفكر في أن يقدم مفاجأة أخرى. كرة في اليسار، الكرة تخلصت إلى الفريق الإيراني، لا زالت بحوزتها، التقدم موجود لدى بيات، يمرر كرتها مقطوعة إلى عزيز، التقدم حاضر من الطرف الأيسر لدى ولهمسون، يلعبها في اليسار طارق التايب، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يلا يا زعيم اعطيها يا ولي، يمرها المين، مقطوعة في خط الوسط، مقطوعة من أمام ياسر، وصلت من جديد ناحية الجهة اليمنى، التقدم حاضر عن طريق بيات، يمرر كرتها ناحية غلام رضا رضاي، تغطية موجودة أمام من أكثر من لاعب في فريق الهلال، وصلت إلى ماجد المرشدي، الزوري يحولها في خط الوسط، مقطوعة الفريق الإيراني، بدأ يستعيد وضعيته بعد هدف التعادل، بدأ يفكر في مفاجأة ثانية، في مفاجأة ثانية ممكن، والله ممكن، لأن فيدون يحاول الحصول على الكرة، مقطوعة في النهاية الكرة من لاعبي فريق الهلال. نامي يتقدم في اليمين، يقطع مسافة، يفكر بالتحرك، يلا يلا نامي يلا، ممكن يمررها، يخليها في الجهة اليمنى لدى الفريدي، تايب يلعب، متروك الكرة في النهاية الحارس المير تولغا، ياسر القحطاني يفكر في زيارة مرمى تولغا، وهذا الرجل يعني كان لاعب وسط، كان لاعب وسط في إيران، أذكركم يعني بالرجل، هذا الرجل كان هو مدرب نادي باس، الذي طبعا فاز في المباراة النهائية بين باس الإيراني والشباب السعودي في عام 93، يعني مدرب بطل، مدرب كان تلك البطولة في البحرين يومها فاز 1-0، لكن الآن 1-1، والآن طارق التايب ممكن يعدي، لكن المدافع يتدخل ويبعد الكرة، لكن ما طلعت، يشوف الحكم المساعد حيقول ايش الكرة، وين، رمية جانبية لفريق الهلال، وضع إذا هو يقول إن كل مباراة حتعامل معها بنهائيات، لا توصل للمباراة النهائية بهالوضع، التمريرة، يلا فريدي ممكن يتقدم، يا حلوة لكنها في يد تلقى، مجهود ممتاز وكنترول رائع وعمل فردي ممتاز الفريدي، لكن الكرة في يد الحارس تلقى، وهنا حالة تسلل موجودة على مهاجم فريق الإيراني، خطأ للمرشدي، الزوري في اليسار. وصلنا إلى الدقيقة رقم 44 شوط المباراة الأول، كرة منقولة، ما في تسلل، يلا فريدي تأخر فيها وراحت، مشيها أمامك، كان ممكن تمشيها قدامك، لكن الكرة مقطوعة، وصلت المدافعين في الفريق الإيراني، ما أسهل حصول على الكرة من لاعبي الفريق الإيراني، فيهم بطء واضح، يعني بطء واضح، لكن مشكلتهم طبعا في البنية الجسمانية، مشكلتهم في الكرات العرضية زي ما جاء فيها الهدف، مشكلتهم في أن عندهم لاعبين اثنين هم فيدون وألي نودج، ما هم راضين يتراجعوا في الحقيقة عن أماكنهم في خط المقدمة، وبالتالي رغم أن سجلنا هدف عن طريق المدافعين وبالتحديد أسامة أوساوي، لكن المدافعين لا يعني يتركون أماكنهم كثيرا بسبب هذين المدافعين. كرة إلى التايب،
يتقدم للأمام للجهة اليسرى لدى ولي والهمسون يعيد الكرة ناحية الزوري إلى تايم. يلا يا هلال قبل ما نخلي الشوط أول إن شاء الله نسجل جول. يلا ناحية اليمين واصل إلى نامي. ممكن يا نامي ممكن ممكن انتظار وتمريرة حاضرة ناحية رادوي. رادوي جوا جوا ايوه برافو جوا. عزيز وين يا عزيز وين يا عزيز وين يا عزيز وين يا عزيز. اوه اوه الكرة لا زالت خطورتها. زوزي الان يحصلها زوري. برافو برافو يا زوري برافو يا زوري. حولها مع الكرة الى رمية جانبية. حنشوف الوقت بدل الضايع بالاول ولا ممكن يكون في تغيير ولا ايش. يمكن الوقت بدل الضايع. عموما هذا محمد بيات لاعب المنتخب الاولمبي الايراني. كرة تعود الى رمية جانبية للاعبي الفريق الايراني. كرة واصلة ناحية لاعبي سبا باتري. رمية جانبية لليسار الزوري يلعب كرة مقولة تتخلص. حكم اللقاء يا مسؤولية اللعب لا شيء لرادوي. عزيز يخلص كورته. فريدي فريدي فاول 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 لمين فاول لمين فاول الفريق الإيراني. فاول المدافع. فاول في اللعبة الماضية وخطأ في اللعبة الماضية لصاحب الهدف في هذه المباراة. الأول أذكركم بأحداثه. بدأ الهلال بهجوم لكنه في الدقيقة رقم 14 استقبل هدف من ضربة زاوية وبعض اللقطات حاول من خلالها فريق الهلال تارة تلو أخرى تلو أخرى تلو أخرى تلو أخرى وبعد ذلك الهلال يسجل هدف عن طريق أسامة هوساوي من ضربة زاوية. هذه هي حكاية شوط المباراة الأول. حكاية بصراحة في فصلها الأول في السيناريو والتأليف والحوار يا زعيم غير إيجابي غير جيد لكن نتيجة 1-1 نتيجة إيجابية. مباراة حلوة في اليمين. نامي حول كرته صافرة النهاية. مشاهدين الكرام محبينا في كل مكان ما بين الهلال السعودي وسبب